بيغنى جمال من سومة وبيعرف يرقص راب. الولا ملوش في السياسة بس بلقم وخباسة، الولا ملوش في السياسة بس بلقم وخباسة، يقدر يرشح نفسه في انتخابات. ده انت زي ما تكوني ميتة بقالك اسبوع. قول انا وصاك انت كمان، ما تخلصني بقى من اللي انا فيه ده. هو دخول المعمل زي خروجه، ده انا لما صدقت انك جيتي. يلا مستعدة؟ معلش معلش استحمل. خلاص يا عم ونزاح، وانت تعمل فيا كده ليه؟ ما انت اللي اتقلتي. معلش يا نتاشا، ما لقيتش حل الا كده. تعالي تعالي اقعدي اتفضلي، فكي الطرحه كده وخدي راحتك. المعمل بتاعك. لا افك طرحه ايه؟ لا طبعا يا اخويا، ما انت بتقفي في الحاره بشعرك. ايوه الحاره دول اهلي وناسي، لكن انا هنا بره الحاره لازم اتستر. انت غريبه جدا يا نتاشا. اشمعنى يعني؟ اصل انت بتقلعي في الحاره وتيجي هنا تستري نفسك، هم العكس، هم بيستروا نفسهم في بيوتهم ويجوا هنا المعمل يقلعوا. انت على كده بقى تعرف بنات كتير قوي. لا انا عمري ما عرفت بنات، هي واحده بس امي خطبتها لي كده صالونات، بس خدت غرضي منها ورميتها. يا نهارك اسود ومنيل، انت ما عندكش ولايه ولا ايه؟ لا انت دماغك راحت فين؟ انا قصدي يعني ان انا كنت بستخدمها كفار تجارب وتخلص العلاقه على كده. يعني هو انت دلوقتي مفيش حد في حياتك؟ مفيش في حياتي دلوقتي غير شفيقه. تعالي اعرفك على شفيقه. شفيقه دي النتاشا اللي كنت بكلمك عنها. لا شفيقه شفيقه، لا بلاش الحركات دي، احنا عندنا ضيوف. ايه ده يا سيفيرا، دي حلوه قوي، اللي جاب لك يخلي لك. ما تقفليني شفيقة. دي حلوة قوي قوي يا سيفيرا. لا شوفي يا نتاشا، اللي هتشوفيه في المعمل ده مش هتشوفيه في اي حتة في العالم. ايه العسل ده؟ عسولة عسولة. بصي المراية دي. ايه يعني مراية زي اياته مراية يعني؟ لا دي مش مراية عادية، قلبي كده في الزراير. ايه ده؟ دي حلوة قوي يا سيفيرا، دي شبه الخلق الناطق. قلبي قلبي. ايه ده؟ صدى؟ لا يا اخويا رجعني تاني. قلبي قلبي. ايه ده؟ ايه ده؟ يا حلاوة. الله دي حلوة قوي يا دكتور، انا هاخدها ليا دي. تاخديها ليكي بس بشرط. اشرط؟ ما انت حياتك كلها شروط. مش عايز اسمع دكتور دي تاني. زي ما بقولك يا نتاشا تقولي لي يا بيرة. ماشي يا بيرة، انا هاخد المراية. ماشي يا ايه؟ بيرة بيرة. قولي لي دكتور زي الاول. تعالي اوريك، شفت الجهاز ده؟ وده ايه ده كمان؟ ده زي جهاز كشف كذب كده انا اخترعته. زي اللي قاعد عليه جمعة الشوال صح؟ هو اللي قاعد عليه جمعة الشوال. تحبي تجربيه؟ لا يا اخويا انا يكهربني. هو بيكهرب اللي بيكذب بس. انت ناويه تكذبي؟ لا وانا اكذب ليه؟ انا ما عنديش حاجه يا اخويا اكذب عليها. خلاص تعالي جربي، تعالي ما تخافيش. اقعدي استني اشغلهولك. حطي ايدك هنا وهنا، حطي ايدك ما تخافيش، حطي ايدك هنا يا بنتي، حطي هو انا هعدمك ما تخافيش، حطي ايدك. طب امسك البوك بتاعي. ها جاهزة؟
كل اللي مطلوب منك انك تقولي الحقيقة وبس. لو فكرتي تكذبي في ايد هتضربك على دماغك بالراحة كده، ما تخافيش. جاهزة؟ قولي لي يا ناتاشا اسمك ايه؟ انت لسه قايل ناتاشا ولا حاجة؟ اي حاجة. اسم ابوك ايه؟ ابويا اسمه هيثم. ما لازم تاخدي على قفاكي، في حد يبقى اسمه هيصه؟ اسمه رجب، رجب السيد كوتكوت وبيقولوا لي يا هيصه. خلاص ما تحوريش، جاوبي على طول. ساكنه فين؟ في الأبجية. تشتغل ايه؟ على عربية الكبده، ما انت عارف. في حد في حياتك؟ يعني ايه في حد في حياتي؟ تسأل ده؟ ايه في حد في حياتك دي؟ ما تحوريش، في حد في حياتك؟ مش سؤال ده، مش سؤال. يا لهوي ما تحوريش، في حد في حياتك؟ انا عايزه امشي من هنا يا اخويا سكين. على فكره البنت فاتن طايره بالبشمهندس ابنودي. ما انا قلت له يخرجها النهارده يفسحها ويشتري لها هديه كده عشان تشبط فيها اكتر. بس برضك يعني يا دكتور مش اصول يعني ان هم يفضلوا رايحين جايين مع بعض كده وهو لسه ما شبكهاش. انت خايف عليها منه ولا خايف عليه منها؟ لا مش القصد، بس العادات والاقاليم عندنا بتقول يعني انه لازم على الاقل يكون شبكها او كاتب عليها. ده انا حتى يعني لما قلت يولاش يعني بعتبرك اخويا وصاحبي يعني ما كنتش بعت لك البنت ناتاشا لوحدها امبارح. واضح ان انت بتعز ناتاشا، شكلك بتغير عليها جامد. طبعا دي اختي، ده انا وهي وفاتن متربيين في فرشه واحده. اختك؟ ايوه. اثبت بقى عشان اظبط عليك الكتر. ماشي، بس انا كنت بقول اروح انا الفريح على طول بدل الهم اللي انت فيه ده. لا الهم اللي انا فيه ده احسن عشان اضمن انك هتقول اللي انا عايزه، ما تفتيش من دماغك. الله يحرق ام المنطرون اللي دخل الشيطان بيننا، مفيش لغة خالص. عصفور انا قلتها لك مليون مره قبل كده وهقولها لك تاني. انت ايه يا عصفور؟ انا سوبر. يعني ايه؟ يعني قوي. قوي ايه؟ قوي جدا. بس ايه؟ بس غبي. غبي ايه؟ غبي جدا. يعني انت من غير ايه؟ من غيرك اتسوح. فلازم تعيش لك ايه؟ كعبد. عبد لونه ايه؟ لونه اسود. يا اما هيحصل لك ايه؟ هتديني بالجزمه. على ايه؟ على دماغي. برافو عليك يا عصفور، طبق بقى اللي انت حافظه. وصلت الدماغ يا دكتور، يلا. 3 2 1 ساور. البس ده الاول ما تستعبطش. يا دي المسك. صور يا عم. موضوعنا باختصار عن شاب مصري. يشرفني انه يكون من نفس القريه اللي انا اتولدت فيها. والحقيقه زي ما هو كان محظوظ بيا انا برضو كنت محظوظ بيه. ايوه هو كان محظوظ بيا لان الرجل العنابي اتربى على ايديا وكبر قصاد عينيا، واول مره يطير فيها كنت انا اللي شايله وتبنيته ودعمته لحد ما بقى سوبر هيرو صيته مسمع في الدنيا كلها. وزي بصريح الفيل كان ليه الصبر في توقيع العنابي لحزب الصراحة راحة، هيكون صريح الفيل برضو ليه الصبر في ظهور العنابي مباشر وحصري هنا في البرنامج بتاعنا. حبايبي معانا مكالمة تليفون صوت وصورة للرجل العنابي في مخبأه السري الذي لا يعرفه أحد غيري. ألو عنابي. ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. ازي حضرتك يا باشمهندس الصريح؟ أنا سعيد جدا إن أنا مع سعادتك هواء. أنا كان نفسي أطلع مع سعادتك من زمان بس الظروف ما سمحتش. انت جميل يا عنابي، انت قمر ومنور كل حاجه حلوه واحنا كلنا بنحبك. ربنا يخليك يا باشمهندس صريح، احنا يعني خدامين الجزم. العفو العفو، ده انت ابني يا عنابي. انا عايزك تقول لي بقى وبمنتهى الصراحه، كانك ما بتكلمش صريح الفيل، بمنتهى الصراحه يا عنابي، ايه اللي خلاك تفضل حزب الصراحه راحه عن اي حزب تاني؟ حقيقه لان هو اقرب حزب من بيتي، فبركب لحد رمسيس واتمشى للحته اللي فاضله دي.
عسل يعني يا حبيبي، عسل طول عمرك ابن الوقت يعني. لا من صغرك انت تحب تضحك، ولا بتضحك بجد يعني. لا بجد بقى يا علب، اقول لي قول لي بجد، ها ايه اللي خلاك توقع لحزب الصراحه راحه؟ انا مضيت مع حزب الصراحه راحه من اجل عيون سعادتك السهرانين لخدمه الوطن الشقيق اللي كلنا قاعدين اليه. عسل عسل يا علبة، ربنا يخليك. ما اصل مصر ليها مين غير صريح الفيل يا ابني؟ بس قول لي بقى بصراحه يا علبة، انت ايه رايك بعد ما مجلت الفوركس حطتك تصنيف تاني بعد سبايدر مان؟ معلش يا باشمهندس صريح، يعني الفوركس تقول اللي هي عايزاه، لان هي مجله اجنبي وهو الرجل العنكبوت اجنبي، فاكيد هي هتتحاز. يعني دي وجهه نظرك يا عنبة؟ يبقى عيب قوي ان انا اقارن بالرجل العنكبوت. انا كده صريح ماشي علي، لا مؤاخذه، انا بصغر في قلب البرنامج بتاع حضرتك. بس مفيش ما يمنع برضو يا عنبة انك انت تقول لنا ايه هو التصنيف بالظبط. بص يا صريح ماشي، انا هقول كلمتين وبس كلامي يتحس. الحوار ده موز واحنا مالناش في الزحلقه، ولا مؤاخذه يعني الرجل العنكبوت ده يعني اي ست بيت شاطره في مصر تقدر تجيبه من على الحيطه لو مؤاخذه بالزعافه بتاعتك. فيها دكتور؟ دكتور بيرا خد يالا، فاكرني مش هجيبك زعافه يا ابني. خد يالا ولا No, I didn't come. I'm affronted with you, Jennifer. What a question. Oh, my brother, I was joking with you. Honey. You are not natural today. I made sausage with cheese, pay. You will eat your finger after it. Don't lose the topic. What happened? I will tell you. But please, don't burn your blood. Finish. Have you heard about Inabima? The Egyptian? Yes. What did he do? He insulted you on air. What? He insulted you on air. The Egyptian? ما تيجي يا فندم كده بسم الله تفتح نفسي على الاكل. لا انا مش جعانه يا مدحت، انا بنقنق بس بالتونه كده يعني. نقنق يا فندم نقنق. والله شكلك كده عامل رجيم. تعبيط ولا ايه يا مدحت؟ عامل رجيم ليه يعني؟ من امتى الحريم هيمشوا كلامهم علينا؟ احنا رجاله قوي وظباط كمان. انا افطرت في البيت مكرونه وبطاطس ورز يعني، شويه حاجات بتخن كده يعني. انا بس بنقنق كده في التون. نقنق يا فندم نقنق. لا لا وشفا. طعميه دي يا مدحت؟ هي طعميه يا فندم. سخنه مولعه ومحرمشه كمان. تاخد واحده؟ لا ما مليش انا في الطعميه السخنه، ما انت عارف بحبها برنه. والله يا تأثير بيه شكلك قابلت الشروط وعملت رجيم. التكن اهو يا مي اهو اهو جدا. الو صباح الخير تأثير. صباح الفل. دينا يا سيدي كلمتنا وقالت لي على اللي حصل. والله عيني العقل منكم. المهم ان انت ما تزعلهاش تاني وتبطل لغ. لا مصطفى بس واخد بالك. لا خاف يا اخويا. اسمع، الراجل العنابي طلع في التلفزيون امبارح واتكلم كلام مش كويس في حق سبايدر مان، وده ما يصحش لان الكلام كان في غيابه. لا سمح. عايزك تعمل لي تحريات وتشوف لي الموقف كويس. لا سمح. مع السلامة. تعمل لي بتنجان على طعمية بقى. بتنجان؟ مفيش فايدة. He said I am insect. He said I am spider. The man didn't say anything wrong. You are a spider. Believe yes? So? But he meant insult me. I want the government to give me my right. Yes, we took the topic to the White House. And they will take the needed decisions. God, Mr. General. دي كارثة يا مدحت، كارثة. دي كارثة كبيرة يا فندم. ده فاروق بيه. ألو؟ يا باشا جاي لك جري اهو. ماشي يا باشا يلا يلا فن. يلا يلا مدحت
يلا يا فندم. يلا 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 حضرتك هتروح بيها ولا ايه؟ لا انا مخلص باي ساعه مدحت، بس مش عارف انزل مدحت شيل الفيشه يا مدحت ولا اعمل اي حاجه. لا اله الا الله. عصفور فين؟ جو. وما بيردش على الموبايل ليه؟ معلش اصل بيسجل اغنيته الجديده. خليك معانا خليك معانا. انا جبت لك هديه. تسلم لي. ايه ده؟ ده لابتوب ثمنه 1500، خدته من صاحبه ب 1300. الحاجات ساعات ساعات وساعات ساعات بحب عمري وعشق الحاجات اجري واضحك زي عصفورة ربيع حب الفظيع قلبي الكبير دايما جريح جريح. طب خمسة بالحب يا جدعان بس عشان ورايا مصلحة. ايه؟ شفت ايه بقى؟ انا عايزكوا تجهزوا عشان اول ما يرجعوا نبوظ لهم اغنية جنى الهوى. يا عم تقلق قلبك بتغني صباح ودي فيها ايه يا دكتور؟ شوف صباح بقى لها عايشة كام سنة؟ 90. لو سمعتك هتموت يا عم بعد الشر على الشرشورة. يا باشمهندس اطلع بره يا حيوان. عايز ايه يا دكتور؟ تعالى فرغك المصيبة اللي انت عاملها. انا هذا وقد اعرب المتحدث الرسمي للبيت الابيض عن اسفه الشديد، وقد وصف سلمة. الرجل العنابي انه اهوج وهمجي، وقد اصدر في بيانه ان البيت الابيض قرر فرض عقوبات صارمة على جمهورية مصر العربية في حالة ان لم يعتذر الرجل العنابي الى الرجل العنكبوتي في خلال الساعات المقبلة. مبسوط انت دلوقتي؟ اطفحه يا زميلي ان كنت فهمت حاجه من اللي اتقالت. ما هي دي المصيبه، حمار بينهق بكلمتين يتسبب في ازمه دبلوماسيه بين بلدين. بقول لك يا دكتور خد ودي بشكل ودي عشان اعرف افهمك. لو ما طلعتش تعتذر لسبايدر مان على الهوا امريكا هتقطع عنا المعونه. ما يقطعوها، هو يعني انا كان بيوصلني منها حاجه؟ بيوصلك يا متخلف بشكل غير مباشر، في عيش في قمح في سجاير. وهو السجاير غالي، ده السوبر بقت بخمسة جنيه يا جدع. وانت مال اهلك وانت بتشرب سجاير؟ لا بس انا بشرب ان شاء الله مش بقيت فنان. هي كلمة واحدة عصفور هتطلع على الهوا تعتذر لسبايدر مان. اعتذر لعنكب؟ ترضاها لي يا زميلي؟ ارضاها للي خلفوك. عصفور هتطلع تعتذر لسبايدر مان قبل الموضوع ما يكبر مننا وما نعرفش اللي يمه، فاهم؟ حاضر يا دكتور هطلع اعتذر له. جت هنيله اللي عايزه طيران. انا نزلت لك الياهو والهوت ميل وعملت لك اكونت على الفيسبوك. إلهي يا ربي وقف لك ولاد الحلال يا باشمهندس أبنودي. بس أنا كان ليا سؤال كده يعني. Yes of course question. هو البتاع ده أنت نزلت لي عليه كوكل؟ إيه؟ إيه؟ كوكل؟ آه جوجل. آه طبعًا منزلك عليه جوجل وعامل لك أكونت على الفيسبوك عشان تستقبلي عليه رسائل. ربنا يا رب ما يوقعك في دي أبدًا يا باشمهندس أبنودي. بس أنت لازم تعملي الميل بتاعك باسم ولد عشان أعلى الصيعة. تفتكر كده؟ طبعا يا أنسة فاتن. أنسة زيك مؤدبة ومهذبة ومرتبة، هتبقى مطمع لمتطفلي الشبكات العنكبوتية. والله عندك حق. عارف مرة واحد بعتلي قلبين كده متكلبشين في بعض. أهي الأشكال دي اللي أنا خايف عليكي منها. طب أعمل إيه؟ ما تدخلش يعني على النت عشان المعاكسات؟ لا ادخلي بس بالعقل، يعني ما تدخليش بالليل، ادخلي الصبح. وفي مواقع معينة ما ينفعش تدخلي عليها لوحدك، لازم يبقى معاكي راجل علشان تنبسطوا، قصدي علشان لو حد تعرض لك هو يقف له. طب يعني استأذنك كده استئذان، أي وقت تبقى فاضي فيه والنبي يبقى تعالى ادخل معي. أنا تحت أمرك يا أنسة فاتن، وبعدين أنا هديك الإيميل بتاعي علشان نبدأ نتواصل. ربنا يا رب يكرمك يا باشمهندس أبنودي.
ما بلاش باش مهندس دي ونقول بيبو على طول. ماشي يا بيبو. كان معكم سلمى العمري من أمام علم أمريكا. أنا عايز أعرف إزاي قناة زي دي معلهاش أي رقابة؟ حرية التعبير يا فندم اللي بينادوا بيها، لأنك يا فندم أنا اتفرجت على كل أفلام سبايدر مان وبقولك مش هيعديها. حرية إيه وسبايدر إيه؟ أنا عايزك تنزل جاري على الراجل اللي اسمه حريص ده. صريح يا فندم. صريح حريص أي حاجة. تاخده كده على حجرك واحدة واحدة وتخلص الموضوع ودي معاه. اعتبر الموضوع خلصان يا فندم. يلا يا مدحت. يلا. ربنا يستر. شد حيلك يا مدحت. على آخر والله يا فندم. موبايلي معاك. يا فندم احنا عايزين نلم المواضيع يا فندم. احنا لا قد سبايدر ولا احنا قد أمريكا. أنت اللي مش قدها واتكلم على قدك. مين ده اللي اسمه أوباما عشان يخوفني؟ لا أوباما ولا أبو أوباما ولا أمريكا ولا أم أمريكا يقدروا على صريح الفيل فوق. صريح هنا؟ موجود يا فندم بس معانا ناس. طب اعمل لي حاجه اشربها. فعلا يا فندم الناس دي ما تجيش اي حاجه في صريح الفيل. بس احنا يعني جايين لحضرتك لحد البيت والكلام اكل وعطى. مش انت عاطل؟ خد. انا لا يمكن اهدر كرامه المواطن المصري. اعتذار العنابي معناه تهزيء ل 80 مواطن مصري. قصدي حضرتك 80 مليون مواطن مصري. لا في دي عندك حق. انا لا يمكن اهدر كرامة 80 مليون مواطن مصري. بس يا فندم اللي حضرتك بتعمله ده هيجوع 80 مليون مواطن مصري. انت نتاج لنظام فاسد. بس معلش هانت كلها كان يوم اوصل للرئاسة وساعتها وبقى تعالى تدفع على وشي لو خليت ظابط واحد جبان زيك في الداخلية. استاذ صريح يا ريت نتكلم مع بعض باسلوب احسن من كده، خصوصا ان فاروق بيه موصيني بناء على تعليمات سياده الوزير ان الزياره تكون بشكل ودي. لانها مش ممكن تكون بشكل غير ده يا سياده الضابط. وقانونا بقى لنا ولا الحزب بتاعي علينا اي مسؤوليه. شربت شايك يا حضره الضابط؟ ده احنا بنطرد من بيتك بقى يا صريح بيه. بس مش هيك. يلا يا مدحت. لا سيب مدحت عايزه بكلمتين. الراجل ما نطقش وساعات معانا. هتندم يا صريح بيه. نفسي اندم يا. انت اسمك ايه؟ تيسير فهمي. لا بتكلم بجد. اسمك ايه؟ تيسير بيه فهمي. بيه؟ مدحت بذمتك طب انظر بيه. اضحك. هتندم يا صريح. يلا يا مدحت. انت شربت في الشاي يا مدحت؟ اتفضل. هو هيندم ازاي يا فهمي؟ عندما يا مدحت مش هيندم طبعا. انا بقول اي كلام عشان شكلنا بقى زفت. خش قوي. اتفضل يا فندم. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتطلع لي منين يا اخي؟ انا هنا من بدري سمعت كل حوارك مع الواد الظابط ده. طب كويس قوي انك سمعت. قعد قعد. شفت مرمطتهم ازاي؟ يا فرحتي بمرمطتهم، احنا داخلين على كارثه. بالعكس، كارثه ايه؟ احنا داخلين على خير جامد قوي. ده احنا ضربنا ضربتنا صح. انا حاسس ان انا دلوقتي بس بدات اجني ثمار العنبي. الموضوع لو وسع عن كده انا وانت اول اتنين هنروح في داهيه. لا مش حلوه منك دي يا بيرم. يالا انت لو شغلت دماغك صح وحاولت توصل للي انا عايز اوصل له هتفهمني مظبوط. ركز معايا يا بيرو. انا شايف ان احنا لو مشيناها كده ولعبناها مصر وامريكا وكرامة المواطن المصري والعنابي، العنابي الوحيد اللي قدر يقف في وش الولايات المتحدة الامريكية وثبتنا على موقفنا وكملنا، ساعتها بقى هتجيب المصريين كلهم على حجرنا. سألني ليه؟ ما جاوبش لان انا هجاوب على طول. انا اعرف المصريين اكتر منك. المصريين يموتوا في الرأس الشعبي. لو لفقت معانا اللعبه دي يا بيرو هتفيدنا جدا جدا في انتخابات الرئاسه. طب ولو ما لفقتش هتخسر امريكا وساعتها بقى انسى موضوع الرئاسه ده خالص. خلي بالك مفيش رئيس هيجي وامريكا مش راضيه عنه. حلوة منك دي يا بيرو.
الله صح. طب وايه الحل؟ انا هقول لك الحل. انا هخلي الرجل العنابي يطلع معاك في البرنامج وتخليه يعتذر لسبايدر مان وهو معاك على الهواء. ماشي موافق، بس سيبني في الاول اعمل الشهيتين بتوع مصر وكرامه المواطن المصري، وتديني فرصه اني اضغط على الرجل العنابي وانا اللي خليه يكسكس ويرجع لورا بس بشياكه. وساعتها هتبقى ضربت تلات عصافير بحجر واحد، هتبقى انت اول واحد طلع الرجل العنابي معاه على الهواء، وهتبقى كسبت الراي العام ان انت الوحيد اللي حافظ على كرامه المصريين. وفين العصفور التالت؟ طار؟ لا، هتبقى كسبت امريكا. حلو منك يا بيرو، ولا تحب اقولها لك بالامريكاني؟ فيري نايس فروم يو. المهم هو ناوي يعتذر. احنا رحنا له الفيلا يا فندم. الفيلا تحفه فنيه يا فندم، كبيره جدا، اوض كتيره جدا، نجف، تحف، رخام، دورين. هي احنا ما طلعناش الدور اللي فوق طبعا، بس الدور اللي تحت رهيب. قط السفره بقى ما اقولكش، خشب زان 60 كرسي، ما تشوفش الكرسي اللي هناك يا فندم. المهم وهو قاعد على السفره ما قالكش انه هيعتذر؟ بصراحه يا فندم هو كان انسان محترم للامانه، للامانه انسان محترم جدا، راجل خلوق جدا يا فندم، وتعامل معانا باحترام جدا، يعني كلامه كله كان محترم جدا واحترمني جدا، بس هو هزق مدحت شويه الصراحه. ولا تشير بيه يا فندم، لازم تفخر بيه. يا ريتك كنت معانا، عمري ما شفت بني ادم بيحترم تيسير بيه بالمنظر ده. المهم وهو بيهزق مدحت ما قالكش انه ناوي يعتذر؟ خرجنا بقى، خرجنا من الفيلا واحنا ماشيين عادي في الجنينه، كميه كلاب عنده، حيوانات يا فاروق انت مش متخيل، يعني عنده كلاب. عنده كلاب، عنده، عارف كلب الاسود اللي انت بتحبه ده؟ كتير بقى، وعنده برج حمام، وعنده اسمه صراحه الفيل بقى، وتوقع منه ايه يعني. المهم وهو بيحط البرج اللي الحمام في المسقه ما قالكش انه ناوي يعتذر؟ مش هيعتذر يا فندم، ما تبقاش لحوح، بحاول اهرب من السؤال يا فندم. مش هيعتذر يا فندم، احنا لبسنا في الخيط. طبعا خطاب الاخ ده اللي شبه نجمنا المحبوب القمر اللي منور كل حاجه حلوه، اخويا وحبيبي اشرف عباقي، الاخ ده اللي اسمه اوباما، الخطاب بتاعه مرفوض تماما، وانا هقول له من هنا لا يا اشرف، لا يا اشرف، لا مصر ولا المصريين اللي يجوا بالتهديد يا اشرف، لا المصريين يجوا بالكلمة الطيبة الحلوة يا أشرف. صح، قصدي يا أوباما. وعموما احنا هنثبت لك ان احنا اجدع منك، وان احنا ولاد بلد على حق، واخد بالك، ومش هناخد على كلامك يا أوه ونظلم شعبك، لا احنا هيكون لنا كلام بقى مع صاحب الشأن نفسه، واحنا دلوقتي كمان، ودي المفاجأة بقى، معانا على الهواء مباشرة اتصال تليفوني من الرجل العنكبوت، هيكلمنا من يونايتد ستيتس اوف امريكا. هلو يا سبايدر يا اخويا. هلو. هو قال لي هلو، انا قلت له هلو بالانجليزي، بس هو في الحقيقة في بداية كلامه ابدا اعجابه بشخصي العظيم وبقناتي الرائعة وبحزب الصراحة راحة اللي ملوش مثيل. وانا قلت له ثانك يو سبايدر، يعني شكرا يا سبايدر. سبايدر، سو واتس يور اوبينيون بتوين يو اند ذا كركديه مان؟ اتس نوت ا بروبلم، اي ويل بيت هيم. أنا سألته إيه رأيك في الموضوع أو المشكلة اللي بينك وبين الراجل العنابي؟ قال لي مفيش أي حاجة، العنابي ده يعتبر أخويا الصغير، وده مجرد سوء تفاهم، وأنا عشان خاطرك، عشان خاطرك أنت بس يا صريح بيه، أنا متنازل تماما وعلى استعداد إن أعلن هذا التنازل على الملأ. سبايدر، So, what you say about Obama say about Egypt? Sorry? Yeah, Spider.
معايا ولا مش معايا؟ ولا الانجليزي بتاعك بعافية ولا ايه؟ What you say about Obama say about Egypt? Well, I love Egypt and I respect لا كله إلا إيجيبت يا سبايدر، كله إلا إيجيبت. لا سيرة مصر ما تجيش على لسانك أبدا أبدا، اقطعوا الخط عن الحشرة ده. لا إلا مصر، إلا مصر هي وصلت لكده عشان البهوات اللي بيطالبوا إن الرجل العنابي بتاعنا يعتزل رمز أمريكا ده اللي هو سبايدر مان يرتاحوا. ادينا بنعتذر، هو دي النتيجه. الامريكان عايزين يركبوا ويدلدلوا، بس انا هقول لهم ومن هنا وهبلغهم ولايه ولايه، الا مصر، الا مصر، الا مصر يا امريكا، الا مصر يا امريكا. والله العظيم ما ادري اطلع مصر يا ابني، عرب ده مصر. يا سلمى يا لعاتكم كويس ولا اوفر؟ لا يا ريس زي الفل، انت حتى قطعت قلبي كده. طب ممكن ناخد شويه عياط كمان بعد الفصل؟ مش هتشيل يا باشا الماسك ده كده عشان نظبط لك الشعر كده بقى، انت بتصيع عليا. معلش يعني سيبنا بس لوحدنا شويه. اوكي. ازيك يا النبي؟ ايه يا النبي؟ ما بتسألش عني خالص من ساعة اخر مرة. مشاغل والله يا ابله سلمى، انت عارفة بقى الحزب واخد كل وقتي، ليل ونهار طاير على مصالح الناس. على فكرة بقى، في ناس بتحاول توقع ما بيننا، في حد جه قال لي ان انت بتشتم فيا. لا ما بيحاولوش يوقعوا ولا حاجة، أنا فعلا شتمت فيكي، ولعنت سلسفيل أبوكي كمان. ليه بس يا النبي؟ أنا عملت لك إيه بس؟ ما هو مش معنى إن الوضع عصفور طيب وحنين، تعملي قلبه مداس. اللي جاب ده. لا ما أنا أقول لك كلمتين تحطيهم حلمة في ودنك، الوضع عصفور يرضى عنك اشيلك فوق دماغي، انما بقى تضايقي عصفور هتشوفي عيل قدامك راضع زباله. وصلت الدماغ يا ابله؟ يعني ايه؟ يعني فهمتي؟ حطيتي ايدك على البلك؟ اه خلاص فهمت، حصل حصل. طب خمسه بالحب بقى عشان معايا تليفون خصوصي. الو ها كبير عصفور، هتقول اللي انا حفظته لك بالظبط، مش عايز اي اضافات من دماغك. داخل اصور اهو مع الاستاذ الفيل. من فضلك يا عصفور، دي مساله حياه او موت. لا خايف قوي، ربنا اول مره اقف قدام كاميرا اخويا، كان حقك والله تقف معايا. طب اخلص واكلمك؟ هتسقع لي زي كل مره؟ ماشي يا عصفور. طب والنبي اتفرج عليا وقول لي اذا كنت غلطت في حاجه ولا بتاع. سلام يا زميلي. الله انت لسه هنا؟ مش قلنا خمسة بالحب عشان معانا مكالمات؟ يلا يا رب استر يا رب، يا رب عدي الليلة دي على خير يا رب. عامل لك شاي قهوة زيادة يا بيرم؟ مش عايز زفت. مزاجك رايق وعال العال الحمد لله. انجزي يا فاطمة، عايزة ايه؟ لا انا كنت شايفة ان ده وقت مش مناسب، باجي لك بعدين اقوم اكمل شغل البيت. انجزي يا فاطمة، ما تحرقيش دمي. عايزة ايه؟ انا كنت عايزة اتكلم معاك في موضوع كده، يعني مش كبير، موضوع صغير. قولي بس بسرعة عشان عايزة اتفرج على الحلقة. انا ممكن على فكرة استنى عادي، ما هو الموضوع مش هيطير، اشوف شغل البيت ونتكلم فيهم تاني. قولي كده يا فاطمة. نعم. انت عاملة عاملة وخايفة تقولي عليها، عملتي ايه؟ انا جايلي عريس. ما كسرتش البيت ولا اديت ولا اتنرفزت. جايلي عريس، جايلي عريس، جايلي عريس، جايلي عريس. سمعت سمعت يا فاطمه، جايلك عريس. وماله حقك، ما انت ما شاء الله كبرتي واتدورتي وخرطت البنات خرطك وبقيت عروسه وعلى وش جواز، وان شاء الله انت و هو اسمه ايه؟ منعم. 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 انت ومنعم تجيبوا لنا اخ، تجيبوا لنا اخ صغير انا وابنودي. انا كنت عارفه ومتاكده يا بيرم انك لا يمكن تكسر قلبي، لا يمكن توقع مشاعري على الارض وتدوس عليه. وحكايته ايه بقى العريس ده؟ ابدا، قابلته في يوم صيف دافي كانت الشمس طالعه، كنت فاكره هيغرغر بمشاعري زي كل الشباب، لكن فاجئني انه قال لي انا عايز يخش البيت من الباب مش من الشباك. وعرفتي منين؟
قابلته عند الخياطة، قصدي في السوق. عرفتي منين يا فاطمة؟ من على النت. خرجتوا مع بعض؟ ولا مرة. خرجتوا مع بعض؟ ولا مرة. خرجتوا مع بعض؟ خمسة، قصدي مرتين بس. مسك ايدك. لا مسك ايدك. لا مسك ايدك والله العظيم ورحمة ابوك، ما دي الحاجة الوحيدة اللي ما مسكهاش. ايه؟ دي الحاجة الوحيدة اللي ما حصلتش بيني وبينه، قصدي خلاص يا فاطمة، ما تقوليش حاجة. أنا شريفة يا بيرم. أنا عارف عارف. طيب يا فاطمة، طبعا أنت موافقة؟ من بعد رأيك يا بيرم. ماشي يا فاطمة، خليه يجي يقابلني ونشوف حكايته إيه ده. يا حبيبي يا بيرم. ريش! دي فضيحة، دي اللي أنت بتقوليه لي ده فضيحة. مفيش حاجة، ده حد يعرفه غيرنا. خليه يقابلني وسيبيني اتفرج على الحلقه. اتفرج اتفرج براحتك يا حبيبي، ومدد على الكنبه كده وحط الشيله تحت رجليك، وهقوم اعمل لك سندوتشات ومياه غازيه. قوم يا فاطمة. مطرب وملك الاغنيه، ظابط مثبت حراميه. مطرب وملك الاغنيه، ظابط مثبت حراميه. مخترع 100%، ما فيهمش واحد مش فنان. ضحك كونا ولمونا، ثلاث مواهب مدفونه. بس لما تيجي الجنونه يبقى اللهم اغسك يا اسطى. الراجل العنب عسولة، عامل عمايل مش معقولة. الراجل العنب عسولة، عامل عمايل مش معقولة. تعشقوا قوي من الحلقة الأولى، وتقول عدوك كمان وكمان. هنكمل حكايتنا، قاعدين مش خارجين من بيتنا. بكره هنكمل حكايتنا، قاعدين مش خارجين من بيتنا. نفسنا نضحك زي زمان، الضحكة الحلوة وحشتنا. يجيب خاله ويجيب عمه، ده صارف الفيل ولا بيهمه. اتفرجوا على خفة دمه، ده في رمضان عامل قلبان.